رسم مهرجان بسمة طرطوس في يومه الثاني ملامح سياحية اجتماعية جديدة، حيث اقتضى كورنيش طرطوس بفرح عارم جمع حوله الناس والازدحام. أواخر الليل لا ينام المهرجان، حيث شدا في سمائه في يومه الثاني النجمان محسن غازي وشهد برمدة. شاركتي اليوم واني مبسوطة بالمهرجان ومبسوطة بالشيء الجديد اللي عم شوفه بهاي المحافظة. وهكذا لم تزدل الستارة على اليوم الثاني لمهرجان طرطوس حتى تبدأ بشائر اليوم الثالث في طرطوس بسمة المتوسط.